يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك صيغة معينة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله، أو اللهم صلي وسلم على محمد كما أمرك الله بذلك. وأما في التشهد الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يصلون عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه في التشهد الأخير في الصلاة. أما ما عدا ذلك فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يكون مطابق للآية. نعم.